أحسن الله إليكم. هذا سائل موسى أحمد يقول: يا شيخ، معنا واحد يصلي في المسجد في السوق، وقد ادعى بأن الصلاة بمكبرات الصوت بدعة، حيث يقول بأنه سمع هذه الفتوى. هذا الكلام هو البدعة. مكبر الصوت من نعم الله عز وجل، لأنه يبلغ صوت الإمام ويبلغ القراءة، ففيه منفعة، فليس هو بدعة، هو مما أباح الله سبحانه وتعالى. نعم.